يحكى أن تاجرا من الأمم السابقة أراد أن يخرج لتجارة، فطلب من صاحب له أن يقرضه 1000 دينار، فطلب منه صاحبه أن يأتيه بشاهد على ذلك أو كفيل، فقال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فرضي صاحبه بالله شهيدا وكفيلا، ودفع إليه المال ليرده في موعد محدد. فخرج الرجل إلى تجارته في البحر وربح فيها، وأراد أن يعود إلى صاحبه ليرد المال، لكنه لم يجد مركبا في الموعد المحدد، وخشي أن يخلف الموعد، فأخذ خشبة فصنع فيها ثقبا وأدخل فيها 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه. ثم أتى إلى شاطئ البحر فوقف وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت اقترضت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وأني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر ثم انصرف. فخرج صاحبه إلى الشاطئ الآخر ينتظر عودته في الموعد فلم يجده، فإذا بخشبة على الشاطئ فأخذها لبيته حطبا، فلما نشرها وجد المال والرسالة. ثم رجع التاجر إلى بلده فأتى 1000 دينار لصاحبه وقال: والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الآن. فسأله صاحبه: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت به. فقال له صاحبه: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هنا نعلم أثر الثقة بالله والتوكل عليه في قضاء الحاجات، ونتعلم أن من يفي بالعهد ويؤدي الأمانة وحقوق الناس يكون الله في عونه ويؤدي عنه ما عجز عن أدائه.